للسنة الثامنة على التوالي بيفكس هالمنتدى اللي من بيروت للفرانشايز ويلي الفرانشايز من خلاله فعلا صاروا عم ينتشروا بكل أنحاء العالم. السنة أيضا على الموعد ب 18 و 19 نيسان. رح ناخد كل التفاصيل من السيد يحيى قصع. أهلا وسهلا فيك. مجرد. حضرتك رئيس الألف أي الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز. هالمنتدى يلي صار عن جد ملتقى لكل التجار لكل الأشخاص اللي بيشتغلوا بعدة مجالات من لبنان وبينتهي بحفل دايما غالا بجنن. خلينا نحكي السنة عن موضوعه عن مين السبيكرز اللي رح بيكونوا وعن كل الأمور اللي هيك رح بتشددوا شوي عليها. أوكي. أول شيء بتشكركم على استقبالنا مثل العادة. الامتي في بتدعم الألف أي لن ناخد هالقطاع من أحسن لأحسن كل سنة. هالسنة بيفكس حيكون مثل العادة دفشين البلاتفورم تبعنا لمستوى أعلى وعم نشتغل على سبيكرز من كاليبر أعلى من كل مرة. والكونفرنس هالسنة عطيناه تم فرانشايز تاون. عم نحاول نخلي البرانز تبين بالكونفرنس ولنزيد السينرجي واللقاء بين الفرانشايزور الفرانشايزي الاكسبرتس بالقطاع تبعنا. وبتعرف الاحوال بلبنان شوي بالريت الاندستري شوي صعبه وعم نحاول يكون البيفكس هالكاتاليست اللي بيرجع بيقوي لنا او بخلينا نطلع دائما للمستقبل بطريقه احسن وبتطور دائم دائما. بشكل عام قد ايه تطوروا التراخيص الامتياز بلبنان وقد ايه صار لبنان كمان عم يعطي لبلدان كثيره خارج لبنان؟ بالعالم العربي نحن بعدنا الليدرز كفرانشايزورز، يعني نحن بعدنا البلد اللي عنده اكثر شيء انوفيشن، اكثر بلد بيطلع كونسبتس واكثر بلد فهمان الريتيل اندستري مزبوط بمحيطنا العربي. هلا لما بنحكي عفوا لما بنحكي ريتيل اندستري عم نحكي عن كل المجالات، يعني مش عم نحكي بس عن التياب او فود اند بيفرج يعني او صناعه. نحن لما نحكي فرانشايز بنحكي ريتيل وفرانشايز لانه كثير كلمتين قرب لبعض، لانه كل ريتيل منظم بالاخر بده يوصل للفرانشايز ليقدر يفش الكونسيبت تبعه. ونحن بالفرانشايز بنقسم الريتيل اندستري لتسعة ديفيجنز. سو في عندك اويل اند غاز، عندك فود اند بيفرج، عندك فاين دايننج اف ام سي جي، عندك كونستراكشن، عندك هاوسهولد ايتمز. سو دائما عندنا هالديفيجنز كلها ومونيتور وبنحاول نطور كل شيء. هلا بلبنان طبعا بطبيعه الحال فود اند بيفرج بيلعب دور كثير منيح لانه معروفين نحن ضمن الممبرز او ضمن الكوميونتي تبعنا. بس كمان نحن لبنان بيخلق كونسبتس بكل الديفيجنز تبع الاندستري. الفرانشايز بتفوت بكل شيء، يعني الفرانشايز هي بزنس موديل فيك تعمليه مبدئيا باي نوع اندستري انت عم تشتغلي فيها. والفرانشايز عم تتطور بالعالم وعم تتطور بلبنان لانه فعليا كل العالم كل المصنعين مثلا بحاولوا يسيطروا صاروا على الريتيل اكسبيرينس. لما بدك تسيطري على الريتيل اكسبيرينس لازم تعملي فرانشايز او شيء يكون منظم مثل الفرانشايز. وطبعا لما تعملي هيك انت عم بتطوري اكثر تدفش الريتيل اندستري لبرات لبنان، وهذا اللي عم نحاول نعمله. ولبنان بيلعب دور ريادي بالعالم العربي بهالشغله. معناتها اهم انه نصدر او انه نستورد كمان تراخيص امتياز كالف اي؟ نحن عندنا الممبرز اللي هن فرانشايزور وكمان الفرانشايزيز. طبعا لبنان اذا حكينا كلبنان نصدر الكونسبتس تبعونا، بس كمان بالفرانشايزيز يعني الاشخاص اللي بياخذوا فرانشايز من برا اللبنانيين بيلعبوا كثير كثير دور كبير بالماستر فرانشايزي، يعني بياخذوا الماستر فرانشايز للميدل ايست كله، وبالتالي بيصيروا نوعا ما كمان هن عم بيصدروا كونسبتس وعم بي عم بي عم بي عم بي بدنا نحكي اسماء براندز، بس في براندز كثير كبيره بالميدل ايست بتعرفي انت مسيطرين على اللبنانيين لانه هن الماستر فرانشايزي تبع الماركت. اكيد بينتشروا بكل انحاء لبنان ايضا بكثير بلبنان وبرات لبنان اللبنانيه. قبل ما نوصل لتفاصيل المنتدى خلينا نحكي شوي عن دور الجمعيه اللبنانيه لتراخيص الامتياز. شو دوركم لدعم هالاشخاص يلي عم بيكون عندهم افكار جديده؟ أوكي. من الجمعيه من 12 بالضبط 12 13 سنه تعتبر هاوس اوف ذا براندز بلبنان، يعني كل هالبراندز كمان ما فينا نحكي نقول براندز، بس كل هالبراندز القويه بلبنان بتكون منضويه بالجمعيه تبعنا، وهي نوع من لوبي، اتس نون بروفيت اورجانيزيشن، بنحاول نطور
الريتيل اندستري بلبنان والفرانشايز اندستري بطريقه نرفع نعمل كاباسيتي بيلدينج، خلي العالم تعرف اكثر شو هي الفرانشايز، كيف فينا نعمل فرانشايز. في عندنا كثير ممبرز بفوتوا معنا بيكون ما عندهم فرانشايز بس ناويين يعملوا فرانشايز، سو بيصير في سينرجي مع الفرانشايزات الموجودين اوريدي، من من بنعلمهم وبنعطيهم افكار، بندلهم على كونسلتنتس لازم يعملوها، وكل هذا بنعمله بدون ما نسعى اي ربح او اي هدفنا الاساسي هو نكون كاتاليست للاندستري كلها. ولما نعمل هيك نحن عم نكون اندايركتلي كمان كاتاليست للاقتصاد اللبناني، لانه الفرانشايز بلبنان فرانشايز سيكتور، وعملنا دراسه بال 2012 وموله الايو، بتبين انه نحن 4.5% من جي دي بي، يعني مش قليل، و100000 100000 موظف بالقطاع تبعنا، 5500 اوتلت او تاتش بوينت انا بقول لهم بين الزبون وال سو بدل قد ايه هالسكتر فايب، قد ايه نحن مسؤوليتنا كبيره نضلنا نحافظ عليه ونضلنا نطوره، وهذا اللي عم بيصير معنا. قد ايه تشجعت او قد ايه تطورت الصناعه ايضا من خلال لما من خلال الدعم، يعني وهي نوع من موتيفيشن بكل بساطه. لما بده يكون عندك انت شيء منظم وتعملي ريتيل اكسبيرينس للزبون بطريقه منظمه، اندايركتلي بدك تنظمي البرودكت كيف هو ديسبلايد، كيف هو محطوط، كيف هو كل هاي بتطور الصناعه من الاساس، لانه اتس ا شانل من الاي تو زي. سو لما نطور نحن برودكت محطوط على الرف لازم يكون شكله حلو بهالطريقه هاي، وهذا اللبنانيين نحن شاطرين فيها، مجبورين نحن نطور كيف بنصنعه، كيف بنغلفه، كيف بنعمله، كيف بنطلعه من المصدر. كل هالسينرجي هاي بتخلي هي سلسة متواصلة بتخلينا نحن نطور الصناعة. عشان هيك أنا يعني عندي هلا يمكن أنا بايس لأنه أنا بالبريزنت أوف ألف إيه هلا، بس عشان هيك قطاع الفرانشايز قطاع كتير مهم لنعطي لنضلنا نعمل أكسون للفالور أجوتي اللبنانية اللي بنعملها نحن غير عن أكيد هالقيمة المضافة هالترتيب يلي عنا صراحة. السنة المنتدى له هيك عنوان بيع التجزئة في لبنان الاستدامة والنمو، شو ليه اخترتوا هالعنوان العريض وشو رح بيكونوا العناوين الصغيرة داخل المنتدى؟ سستينيبيليتي الاستدامة، لأنه بدنا نحاول قد ما فينا نقاوم هالظروف اللي عم تصير من 2012 لهلا. اذا بنطلع على شو عم بصير بالريتيل سيكتور وبالفرانشايز سيكتور من 2012 لهلا، نحن عم لانه نحن عندنا كمان شيء اسمه ريتيل اوبزرفاتوري، سو بنراقب كل 6 اشهر شو بصير بالقطاع. عم نلاقي انه من 2012 لهلا على ال 9 ديفيجنز اللي حكينا عنه نحن ماينس 9% بالريتيل، يعني ماينس 9% بالبيع all over. هلا في قطاعات متطوره اكثر مثل الكوزمتكس عم بيكبر، في قطاعات عم تاكلها اكثر مثل الكونستراكشن هلا، بس بدل قد ايه هو التحدي كبير وقد ايه لازم نحن نعمل دوبل جهد لشو اسمه سستينابيليتي. بدنا نعمل جهد اكبر لنضلنا سستينبل باللي عم نعمله، جروث وجروث. نحن عم بدنا نهدف انه لما نجيب سبيكرز من 5 بلدان من برا، 12 سبيكرز انترناشونال اوف كاليبر، عم نحكي نحن توب نوتش، يجوا يحكوا بلبنان ونفتح هالبلاتفورم لكل الاشخاص اللي بدهم يجوا بدون ما يدفعوا بدون ما يعملوا. عم نحاول نجيب جروث كمان، عم نحاول نجيب افكار جديده. لما يخف سيكل الاقتصاد بخف الصرف على الانوفيشن، وبلبنان اللي عم نحاول نعمله انه نحن نساعد بهالقصه هيدي، دائما نعطي افكار جديده. لقينا محاضرين من كل انحاء العالم بالزبط. وطبعا معروفين جدا، هيك الاختيار عم بيكون لنخبه المحاضرين بالزبط. من العالم، يعني عم نحكي عن خبرات اجنبيه كثيره من بريطانيا، من المانيا، السويد، الولايات بالزبط. المتحده. حول شو رح تتمحور المواضيع؟ انا حاعطي اذا ب 18 شهر وينزداي 18 شهر حيكون في عن سيشن 1 ديسربتيف ترندز، بتعرف كمان الـ AI، يعني ما حنفوت بالتفاصيل بس خليني امشي على كل نجرب نفسرهم سريعا بالعربي قبل ما ينتهي وقتنا، فوضى تأثير على ديمومة الشركة، building powerful brands، تاني بانل تعزيز الأصالة لدى الماركت التجاري، مزبوط، new customer and consumption patterns، كمان الزبونات المستهلك وأنماط الاستهلاك الجديدة بالضبط، growth drivers، شو في أفكار جديدة، e-commerce، omni channels، brick and mortar، النمو المستقبلي كمان انماطه الجديده، وبنوصل لحديد الويندو دريسنج كيف نعمل فيترين منيحه وشو اسمه. هلا هيدا 18 19 كمان في جايبين سكسس ستوريز لبنانيه يحكوا مع بعض، عاملينها مثل ورك شوب
للعالم تسألهم أسئلة ويشوفوا شوي شو فينا بذكر قبل ما نختم بأنه هالمنتدى رح بيكون ب 18 و19 نيسان ببيال بيتبعوا وهيدا طبعا للجميع يعني دعوة عامة بيفوتوا على lfa.lebanon.com بيفوتوا بيسجلوا بيفوتوا بدون أي تشارج وأنا بدعي الميلينيالز كتير مهم يعني كأنه عم يأخذوا كورس بالجامعة لأنه سبيكرز جايين من برا كلهم بالضبط عم كاباسيتي بيلدينج أهلا وسهلا فيهم وإتس أوبن وأهلا وسهلا فيك عنا كمان الأستاذ يحيى كسعه من رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز LFA بريك صغير وبنرجع خليكم